السلام عليكم حبابنا، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. المهم اللي كاين دابا حاليا هو ان الحكومه الحاليه منكبه على دراسه ديال بعض التعديلات الجذريه لا فيما يتعلق بالمساله ديال كوتا تشينتو، وكذلك الريديس ودي تشتادينا كوتا تشينتو. كما تعرفوا ان الانسان يخرج يعني قبل من الوقت يخرج على التقاعد، يكفي انك تكون عندك واحد 130 سنه ديال كونتريبوتي ديال العمل ديال كونتريبوتي، وفي العمر ديالك 62 سنه ممكن انك تخرج يعني بينسيوني للتقاعد. هذه المساله يعني ربما ما غاديش تكون يعني ما غاديش تبقى. المهم غادي نشوفوا في السنه ديال 2021 هذه المسائل هذه كلها، وكذلك مساله ديال الريديت وديال الشيطادينانسا اللي لاقي كاينه واحد المعارضه، كاين بزاف يعني ديال الوزراء اللي ما متفقينش على المساله ديال الريديت وديال الشيطادينانسا، لانه يعني ما جاش بالحلول اللي دار على اجلها، يعني من غير انهم يعني الدعم ديال الناس اللي ما عندهم ديال الفقراء وهذا الشيء اللي هو معروف، اللي كان المقصود كذلك انه تكون بالموازاه مع هذه المساله هذه مع الدعم هذا، وتكون كذلك اسواق ديال العمل، وبذلك يعني الانسان ما غاديش يبقى دائما ياخذ في الريديت وديال الشيطا ديال سيرتو الناس اللي قادرين انهم يخدموا في لاج ديال الخدمه بطبيعه الحال. ما نهضروش على الناس يعني المعوزين او ذوي الاحتياجات، هذو ما نتكلموش عليهم في هذه المساله هذه. الناس يعني قادرين يخدموا، يعني ما يمكنش انه غتبقى مستمره المساله هذه الى الابد الى ما لا نهايه. كما تعرفوا 18 شهر دازت، هما دابا يعني غادي يجدوا عاوتاني، ولكن ما قالوش واش غاوتاني 18 شهر عاوتاني او الله اعلم. المهم اللي كاين هو انه كاين جديد غادي يبقى جاري به العمل هذه المساله هذه، ولكن غادي تكون واحد المساله مشدده، وغتكون مراقبه مشدده كذلك على هذه المساله هذه ديال الريديت وديال الشيطا ديال الانصا، وعلى الناس كذلك يعني اللي تيستافدوا منه. كاين بزاف ديال المسائل اللي يعني اللي غادي تغير في هذه المساله ديال الريديت وديال الشيطا ديال الانصا. غادي تنشا كذلك واحد لابليكاسيون يعني اللي خاصه بهذا ديال العمال ديال الشركات، يعني باش يبداو يستقطبوا ويخدموا عباد الله، وكذلك الناس يعني اللي غادي يجيو عيطوا عليه يعني باش يخدم، الا ما مشاش يخدم راه يعني غادي يحيلوا ليه الريديت وديال الشيطا ديال الانصا. هذه من الحوايج يعني اللي خصكم تعرفوها، لذلك حضيو مع واحد المساله هذه ديال الايميلات ديالكم مع التليفون، ممكن انهم يعيطوا لعباد الله وما تجاوبهمش ويحيدوا لكم الريديت وديال الشيطا ديال الانصا. علاش؟ لانكم ما جاوبتوهمش في التليفون وما جاوبتوش على الايميلات اللي مخلين عندهم في الفيتشوب ديال الامبيغو، يعني بحال انكم يعني ما باغيش تمشيو تخدموا. يعني خصكم تعرفوا هذه المسائل هذه، كما قلت لكم لانه كاين العديد ديال الوزراء حتى منهم حتى السيده الوزيره ديال الفلاحه اللي هي معروفه تيريزا بيلانوفا كذلك غير موافقه يعني حتى هي يعني على هذه المساله ديال الريديت وديال الشيطا ديال الانصا. وديجا كانوا تكلموا شحال هذه كما تعرفوا دابا حاليا يعني كاين خصاص في هادشي ديال الجني ديال الفواكه وديال الخضر، المهم هادشي ديال الفلاحه كاين خصاص فيه ديال اليد العامله. يعني راه شحال هادي تتكلموا على هاد المساله هادي انه ربما يبداو يعيطوا على عباد الله انهم يبداو يخدموا في هاد الخدام هادو. وديجا كانوا تكلموا كذلك انه راه ممكن انسان يمشي يخدم في هادشي ديال الفلاحه ويقدر كذلك ما يبقاش يعني هاد الريديت وديال الشيطا ديال الانصا. ربما هاد المره هادي ربما يقدروا يلغيو هاد المساله هادي وغادي يفرضوا يولي اوبليغاتوار مثلا انه ما يعيطوا لك تمشي تخدم يعني في شي خدمه، ماشي يعني اول مره ولا ثاني مره كما كان في قبل. ربما يعيطوا لك اول مره ما بغيتش تمشي تخدم غادي يحيدوا لك الريديت وديال الشيطا ديال الانصا. هذه من اهم التغييرات اللي كنشوف انها غادي تكون. يعني توصي للجميع انكم حضيو ريوسكم يعني في هذه المساله هذه، اللي يعيط عليكم شي واحد في التليفون خاصكم تجاوبوا، ولا شي ايميلات اللي عاطينهم دخلوا وقلبوا ذوك الايميلات ديالكم اللي يكون مصيفطين لكم شي نوتيفيكا ولا مصيفطين لكم شي رساله باش تتصلوا مثلا سواء بالكوموني او تتصلوا كذلك بالفيتشوب ديال الامبيغو. نتمنى ان هذه الحلقه تكون مفيده للجميع، ونتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله. ما تحرموناش من الدعم ديالكم واللايكات ديالكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.